خمس ألعاب أساءت للإسلام. السلام عليكم. في بعض الألعاب احتوت على سطويات أو صور إسلامية فيهم، وطبعا ناس كثار استاءوا من الأمر هذا. معظم الشركات صلحوا خطأهم واعتذروا بأن ما كان قصدهم الإساءة للإسلام، لكن أعجبوا بالتصميم الإسلامية والترتيل القرآني والأذان. والحين خلونا نبدأ. ديفل ماي كراي 3. لعبة ديفل ماي كراي 3 ممكن من الأغلب يعرف أو سمعوا بقصة باب الكعبة وسط اللعبة، لكن ما تقدر تكسرها، مثل الإشاعات اللي سمعناها من أصحاب الواتساب، أو إشاعة الثانية اللي يقول لو تدخل الباب تروح النار أو إن باب جهنم، لكن في الحقيقة هو باب يودي إلى منطقة جديدة وكلها خرافات من الواتساب. لكن مع الإصدارات الجديدة للعبة شالوا تصميم باب الكعبة من الباب نفسه. Resident Evil 5. في أول DLC للعبة Resident Evil 5 كان في أحد غرف القصر في مكتب، والمكتب هذا فيه فوضى جدا وأغلب الكتب طايحة في كل مكان في الأرض. ومن ضمن هالكتب في كتاب كان عليه تصميم القرآن الكريم، فناس كثير ظنوا أنه القرآن الكريم. وفي التحديث الجديد للعبة شالوا المصحف هذا أو الكتاب اللي عليه التصميم وقدم اعتذار رسمي من الشركة. The Legend of Zelda Ocarina of Time. في أحد الدناجن في لعبة زلدا Ocarina of Time كان في دنجن النار، وفي يوجد علامة الهلال واللي تعتبر الرمز أو السيمبل حق الإسلام على مدخل الدنجن. مو بس كذا، أيضا لما تدخل الدنجن راح تسمع صوت أذان، والأذان هذا واضح إنه أذان حتى أسمعه. شفتوا كيف؟ تحسون فعلا أذان يعني واضح، لكن الإصدارات الجديدة من اللعبة شالوا العلامة وأيضا شالوا صوت الأذان من داخل الدنجن. طبعا أنا وقتها ما كان في نت وما في تحديث للعبة. Little Big Planet 3. اللعبة تأجلت أسبوع لسبب وجود أغنية في أحد مراحل اللعبة الغير لائقة للإسلام، والأغنية يوجد فيها بعض الآيات القرآنية، ولكن تسمع شخص قاعد يغنيها. كل الناس سايقة موديل أمور بي، كل من علينا أفاني مكان بدون يوم داخيدة تفامي دم. سمعتوا كيف؟ الرجال قال مثل كل نفس ذائقة الموت، وأيضا كل من عليها فان. وطبعا قبل إطلاق اللعبة حذفت الكلمات، لكن الموسيقى موجودة إلى الآن من غير كلمات. Call of Duty Modern Warfare 2. الأغلب منا يعرف وش اللي صار في لعبة Call of Duty Modern Warfare 2. أحد المابات كان يوجد فيها حمام وانت بكرامة، وفي الحمام هذا للأسف كان يوجد لوحة مكتوب على البرواز إن الله جميل يحب الجمال، لكن ولله الحمد بفضل الشباب اللي بادروا وراسلوا شركة Activision والشركة تجاوبت معهم وحذفوا الماب كله. لكن الأجانب تضايقوا من الشركة حذفت الماب، وبعد شهر من حذف الماب الشركة ردوا الماب لكن بغير الصورة اللي كانت في الحمام. وهذه كانت حلقتنا للأسبوع هذا لخمس أشياء. قولوا لنا إيش رأيكم فيها، وقولوا لنا إيش رأيكم في الموضوع اللي طرحناه. وإذا عندكم أي اقتراحات جديدة لحلقات جديدة حطوا تحت في الكومنتس وراح نحطها إن شاء الله. كان معكم فهد الشيحة، شكرا لكم في فيديو آخر على قناة تروق جيمينج. مع السلامة.